نبقى في اللاذقية، فبعد رحلة طويلة مع المرض توفي الفنان السوري نضال سيجري، وأقيمت له وقفة وداع في المسرح القومي، ووري الثرى في مقبرة الروضة في مسقط رأسه باللاذقية. وبتكليف من الرئيس بشار الأسد، قدم محافظ اللاذقية أحمد شيخ عبد القادر أحر التعازي لأسرة الفنان الراحل، الذي قدم الكثير للفن السوري من خلال عطائه التلفزيوني والمسرحي والسينمائي. هو الحل يا أولاد أمي، الحب هو الحل يا وطني. نضال سيجري. بعد رحلة معاناة طويلة مع المرض، توفي الفنان السوري نضال سيجري عن عمر يناهز 48 عاما. وأجريت للفنان الراحل مراسم تشييع مهيبة في مسقط رأسه بمدينة اللاذقية، بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية وفنية وأهلية. حدثت ملحمة الإنسان، ملحمة زيتون الغارق، ملحمة عزفتها الأنات خلف النسمات في فوق شفاه البحارة. وطني مجروح وأنا أنزف، خانتني حنجرتي فاقتلعتها، أرجوكم لا تخونوا وطنكم، هي وصية تركها وراءه ابن سوريا البار، الفنان الإنسان نضال سيجري، الذي أثقل جسده وجعاً، وجع جسد نهشه المرض، ووجع وطن نهشه الحقد والإرهاب. بآخر لحظة، بآخر يوم، ما بعرف إذا هي اسمها الصحوة ولا لا، خلاني أنا وناصر نلعب رياضة، وفراس فات عمل له مساج، وطلب يدوق ليمون وسكر وحلو وحامض وكذا، كان عم بيجرب لأنه يفتح هون، لأنه بصراحة كان عم بيختنق. هو عمل كل شيء، يعني عمل كل شيء ليكون منيح، ولما صار منيح وطمنا عليه عطينا الإبرة وغفي. ضل غفيان. رحل نضال محمولا على أكف رفاق درب وأصدقاء أحبوه وتعلموا منه أن الحب هو الخلاص. سيفتقدك محبوك يا نضال، إلا أنهم سيذكرون دائما أنك كنت رديفا للفرح، ولأجلك سيبتسمون رغم الألم.